السلام عليكم. حزب الله ننتظر النص الخطي لترسيم الحدود مع إسرائيل من هوكشتاين وموقف لبنان بشأنه. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يوم السبت إننا ننتظر أن يسلم الوسيط الأمريكي لبنان النص الخطي الخاص بملف ترسيم الحدود مع إسرائيل وإعلان تل أبيب موقفها بشأنه. ونقلت قناة المنارة مساء اليوم السبت عن الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله اللبناني ينتظر تسليم النص الخطي من هوكشتاين الذي وصف بغير النزيه ويعطيه للحكومة ورئيس الجمهورية في تل أبيب. وأضاف قاسم عندما تقول الدولة اللبنانية أن هذا النص ينسجم مع الحقوق اللبنانية ويعلنون ذلك، نعتبر عندها أن لبنان استرد حقوقه في ترسيم والحقل، وقبل ذلك لن نخضع للتسريبات والتحليلات. وكانت مصادر محلية قد أفادت الأربعاء الماضي بأن الوسيط الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية يعمل على مسودة معدلة لتلك الحدود، وذلك بعد رفض بيروت صيغة سابقة. ونقلت قناة المنارة عن مصادر مطلعة أن الوسيط الأمريكي الخاص بإدارة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعمل على مسودة معدلة لترسيم تلك الحدود البحرية، ويفترض أن ينتهي منها خلال أسبوع بعدما أرجع إرسالها بعد رفض لبنان لها بصيغتها القديمة. وأوضح أن المصادر أن الفريق اللبناني كان قد طلب سابقا من آموس عدم إرسال مسودة مكتوبة بما طرحه على بيروت خلال زيارته الأخيرة للبلاد الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية رفض لبنان لخط الطفافة الذي طرحه من قبل وكان مدار بحث خلال اجتماع للفريق اللبناني الأسبوع الماضي. يأتي ذلك بعد أيام من تحذير الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل من استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.